بواحد الشعور يعني بال بالاستقواء بالأغلبية العددية، ولم تكتشف إلا في وقت متأخر الفضيلة ديال الحوار والمقاربة التشاركية. لا يعقل هذه 3 سنين ورئيس الحكومة عمرو بلا يسمع أحزاب المعارضة، لا يعقل. ماشي حنا زعما بغينا نجلسوا نشربوا أتاي، نجلسوا واجي يا سيدي، راه حنا بلادنا كتعيش واحد المرحلة مهمة جدا. دستور جديد، كاين واحد مجموعة من القضايا التي تستوجب بناء توافقات وطنية. سي بن كيران رفض اعمال المقاربه ديال التوافقات الوطنيه، وصرح السي الشوباني صرح في اكثر من مناسبه، لا سيدي ماش من المقاربه التوافقيه اللي كتكرموا عليها، حنا عندنا اغلبيتنا كتعتبر التوافق مناقض للديمقراطيه. اسمح لي، احتاج جلاله الملك كتعتبر شي مش التوافق مناقض للديمقراطيه في القضايا الوطنيه الكبرى المؤسسه هذه الجهويه، راه تستوجب توافقات وطنيه. هذه الاعداد الانتخابات، اول انتخابات في العهد الدستوري الجديد، تستوجب توافقات وطنيه. نحن من دعاة التطبيع مع الديمقراطية، فلتتحمل الحكومة والأغلبية مسؤوليتها والمعارضة تقوم بالواجب ديالها. لكن كيكون نزاع على كاين المؤسسات القضائية. احتاج جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية عاد نبه إلى أن هناك قضايا تستوجب بناء توافقات، عاد تحرك السيد رئيس الحكومة واستقبل الأحزاب في لقاء بروتوكولي، بدأت المشاورات، دوزنا ضيعنا. مشكلتنا سيدي الجماعة، مشكلتنا أنه أهدرنا الكثير من الفرص. الحكومة ضيعت الكثير من الوقت بسبب شعورها بالزهو والاستقواء العددي. واخا خلي 87 جملة على قد الزهو والاستقواء بالاغلبية العددية. قبل قبل شهر قالت الانتخابات، حنا نبداو في الانتخابات المهنية يوم غادي نبداو. جملة 87 على الزهو والاستقواء بالاغلبية العددية. طيب انا اولا نقول بانه بكل حسن نية وبكل ارادة سياسية، الحكومة بشرت مشاورات سياسية. وكان اللقاء الأول في يونيو الماضي 2014، كان اللقاء الأول مع قادة الأحزاب السياسية اللي كان رأسه رئيس الحكومة، وقدمت فيه المشاريع الأولية وغير مقترحات مشاريع الأحزاب السياسية، وطلب منهم يديروا مذكرات، وتصوبت في المشاريع بثلاثة أكثر من 47 مذكرة. ويمكن أن أقول بأن المقترحات ديال الإخوان، لأن من بعد عاود كانت لقاءات تقنية، كاين مشاورات سياسية في المرحلة الأولى، ثم بعد اشتغلت لجنة تقنية مع برئاسة وزير الداخلية اللي شاركوا فيها جميع الأحزاب السياسية، أيضا جميع الأحزاب السياسية، واللي أنا ذاك بشرت التفاصيل. ولكن يمكن أن أقول بأن المقترحات ديال الأغلبية وديال المعارضة، سواء كانت معارضة برلمانية أو كانت أحزاب سياسية خارج البرلمان، تقبل منها واحد العدد مهم جدا، بحيث مثلا غير المعارضة البرلمانية بوحدها فيما يخص قانون الجهات، تقدمات المعارضة البرلمانية ب 73 اقتراح، قبل منها 30 اقتراح، يعني بنسبة 41%. أنا كنظن بأنه هذا راه جزء من هذا التشوش. هي لعبة دورها مهمة على المستوى الدستوري وعلى المستوى الشعبي. لا ماشي داك الشيء اللي قلت. لا ماشي الدستوري، الدستوري هو داخل البرلمان. لا دورها اقتراحها هو المهم كتعترفوا به. الدستوري كنعنيو به، ولكن هذاك بطلب من الحكومة، طلبات المذكرة. هذه مسألة غنناقشوها. طيب جات معنى ذلك انه الحكومه قبلت تقريبا عدد نسبه التعديلات او الاقتراحات اللي قبلت المعارضه البرلمانيه بوحدها تساوي تقريبا عدد الاقتراحات اللي قبلت الاغلبيه ديالها. معنى ذلك انه الحكومه مارست التشاور، قبلت عدد من الاقتراحات، بل يمكن الاخت السيده الامينه العامه تقول لنا على المقترح اللي دار اللوائح المشتركه للانتخابات الجماعيه وللحزب ديالكم واللي تقدم بها وللحكومه قبلتها، غادي نعدلوا قانون الاحزاب تنظيم الاحزاب اللي كان دوزته الحكومه الماضيه بعد الدستور، بعد التصويت على الدستور، وندخلوا هذه بطلب من حزب، ما حتى شي حزب. ولكن ثاني واحد القضيه، ما خصناش نقولوا خص اغلبيه، خص الاحزاب اللي في البرلمان بوحدها، لا حتى الاحزاب الاخرى عندها حقوق، حتى هي راه فيها اجتماعات معها المدني، حتى هي تقبلت عدد من الاقتراحات ديالها، اظن بان هذا عن طريق العرائض التشاركي. اذا سي مجاد على حسب ما كيقول السي العثماني، المشكل غير انه احزاب المعارضه ربما ما واجداش الانتخابات. اش كتقول هذا الشيء؟ كاين هذا وجهه نظر. انا ما قلتش هذا الشيء. شنو كتقول؟ هو ما قالش هذا الشيء. هذا لا قلت لك على حسب هذا الشيء اللي قال السي العثماني. انت اللي كتقوله. لا بلاد ماشي انا، ما كنقول والو.
هذا الكلام اللي قال السيد العثماني ان الحكومه واجده والقوانين واجده والمسار غادي، غير احزاب المعارضه خايفه على حزب العدل والتنميه اساسا واحزاب المشكله الاغلبيه الحكوميات تفوز باغلبيه صحيحه في الانتخابات الماجيه رغم الاختلافات. شكون هذا الشيء وهذا هذا وهذا الشيء علاش بغات كتقول راه تحليل هذا تحليل كاين في الساحه تحليل واخا اسمح لي انا نجاوب على التحليل خلي السي مجادي يجاوب اسمح لي نجاوب على التحليل رئيس الحكومه وضح هذه المساله لا انا كيظهر لي بانه الانسان يمكن له يحلل كيف ما بغى ويدير اسقاطات الى اخره. لا انا غنناقش الواقع. اولا انا كنسجل مساله ايجابيه اللي قالها السي حداد على انه المعارضه لعب دور مهم الان فيما يتعلق بالمقترحات وبالنقاش اللي جاري حول القوانين الانتخابيه. هذا يؤكد على انها منخرطه وبانه ماشي كما يقول الاخرون ومن الحكومه بنفسهم انها هي تسعى الى تأجيل الانتخابات. هذا يكذب هذه المسألة ويكذبها أكثر هو أنه مرسوم داز في نهار حول اللوائح ديال الغرف المهنية. لو كانت المعارضة بغات تعرقلو طلب غير حقها القانوني أنه خصنا نشوفوه خصنا نناقشوه خصو يمشي للجنة إلى آخره. إذا الهدف شنو هو؟ الهدف هو أنه هذه أمور تمر بواحد طلبنا به باش تكون الانتخابات في وقتها لا باش تكون الانتخابات في وقتها لان الحكومه تاخرت في عدد من القوانين. اذا كان الهدف هو ان باش تكون الانتخابات ديال الغرف المهنيه في وقتها هو انه كان تشتغلوا وهذا الشيء اللي كيكذب الفكره ديال ان الحكومه ان المعارضه بغات تاجل الانتخابات او غيرها. ولكن هي مساله ديال الهيئه المستقله. احنا طلبنا كذلك بالهيئه المستقله للاشراف على الانتخابات وجابت الحكومه اللجنه المركزيه للانتخابات اللي لا اساس لها اي قانوني نهائيا ورفضت. اذا المساله ديال المشاورات عندها تاريخ، راه ماشي جات هكذاك، راه بدات المشاورات كان فيها مشكل بحال اللي تفضل السي بن شماس وكان التهديد حتى بالمقاطعه ديال هذا المسلسل. ماشي الحكومه من النهار الاول جات قالت بانه صافي غنبداو المشاورات وبدات الامور هكذا. انا كيظهر لي هذه الامور عندها تاريخ ومعروف والراي العام راه كيعرفوا، ولذلك المساله ديال المشاورات الحاليه واللي انه مازال غتكون فيها مشاكل لانه مازال ما قطعناش الواد ونشفوا رجلينا، كيظهر لي بانه في جميع الاحوال ماشي مساله جات هكذا عفويه من طرف الحكومه. نسجلوا هذه النقاط لانها لابد ان تسجل. اذا المعارضه لم تطالب بتاجيل الانتخابات بل هي بالعكس تدفع في الاتجاه تسريع بالانتخابات. غير باش نوضح هذه اخر مداخله، هذه اخر مداخله ديالك السي عثمان، اخر مداخله ديالك وديال الضيوف الكاملين غير في ثواني معدودات. القوانين الانتخابيه كلها دازت في ظل الحكومه السابقه انتخابيه، لان اللي كنناقشوا اليوم هي القوانين التنظيميه ديال الجهات وديال جماعه الترابيه ديال مجلس العماله. اما القوانين الانتخابيه في ظل الحكومه السابقه بعد هذا اللي كنقصد هذا الان التي تحضر. تفضل خلينا الى التفقير ديال ما كاين مشكل الى التفقير ديال تفضل غير باش ما يكونش اللبس في هذه القضيه. ودازت بسرعه قياسيه 52 يوم جميع القوانين بما انتخاب اعلى مجلس الجماعه الترابيه، مجلس النواب، مجلس المستشارين، قانون مجلس المستشارين، وحتى يتعلق بالاحزاب السياسيه كلها دازت في ديك الساعه. بمعنى انه احنا الانتخابات راه القوانين الموجوده للانتخابات، هذه القوانين اللي كندوزوا هو تنظيم المؤسسات طبعا ما معرقلاش الانتخابات. طيب سؤال نعم هو فيها واحد القضيه اللي كتسمى الانتخابات هو انتخاب. شكرا شكرا سي عثمان. الرئيس لما نجيبوا انتخاب الرئيس تاجيل الانتخابات وارتباك الحكومه كذا اللي غنطولوا على المشاهدين. لا لا شكون اللي اجل وشكون اللي عطى تاريخ وعطى من بعد جاب تاريخ اخر واصلا بعد الحكومه مازالت تصور حتى طلب منها في البرلمان انها هي تكشف على الاجندة. عاد انا ذاك جاب واحد الشكل مرتجل طرحت غادي نطولوا المشاهدين. بالنسبه للدور ديال المعارضه كنت دقيق في هذاك الشيء اللي قلت. قلت انا هناك كان بطء من قبل ولكن هناك تغير في الاسابيع ولا الايام القليله الماضيه وصار يعني واحد النوع من الايقاع اللي هو مضطرد بالنسبه ديال القوانين. اذا هناك تغير اللي كان ماشي كان هذا الدور هذا ديال المعارضه تمارسه ولكن الان اصبحت تمارسه. هذه مساله نثمنها. لا يمكن المساله الثانيه وغنختم بها، لا يمكن اننا نعملوا الانتخابات في المغرب وهذا عرف تنمشيو عليه ولكن كذلك هذه مساله هذا هو المنطق ديال الاشياء بدون ان تكون هناك توافقات بين جميع الفرق السياسيين وبدون مشاورات. اذا هذه المساله ديال المشاورات استراتيجيه الحكومه يعني بالنسبه له الاغلبيه لا يمكن ان نقوم بالانتخابات ونحضر لها بدون انه يكون جميع الفاعلين. سيده منيب، هل انتم احسستم بانه تم اشراككم في هذا المسلسل هذا باختصار شديد؟ نحن كما قلت في السابق
شاركنا في تقديم يعني تعديلات بخصوص كل المذكرات اللي كتشمل القوانين المتعلقه بالانتخابات، لا يعني الجماعيه ولا الجهويه ولا غيرها، ولكن الذي لاحظناه هو انه لم تؤخذ بعين الاعتبار. الان الاستاذ العثماني كيقول بانه غادي تتم مراجعه ديال قانون الاحزاب، وهذه ما فروسناش لانه احنا كنا عملنا ما فروسناش وتبقى تضحك المذكره، لاننا مشينا احنا عملنا كامناء ثلاثه ديال فيدرال اليسار الديمقراطي لقاء مع السيد وزير الداخليه، وقلنا له بانه راه ما يمكنش الدوله عندها خطاب، خاصنا التقاطب ونجمعوا، وفي نفس الان كنضربوا شي حاجه سميتها اتحاد الاحزاب، وما كنسمحوش بلوائح مشتركه لهذه الاحزاب، وكان وعد بانه راه غادي تتم المراجعه ربما، وحنا متبعين هذه المساله هذا، وهذا الشيء لا يدعو الى الضحك. انا كنقول اليوم شنو خصو يتدار؟ اللي خصو يتدار هو انه خصنا نخرجوا من هذا الصراع اللي كيبان ما بين الحكومه والمعارضه، واللي هو كيبان صراع على ترأس يعني ترأس الحكومة. علاش؟ لأن كاين أحزاب أدت تضحيات جسام، وهذاك الشيء ما خصوش يمشي هباء منثورا. الذي يجب أن ندافع عنه اليوم هو الديمقراطية التمثيلية تكون على حقها وطريقها، هو الديمقراطية التشاركية تكون تشاركية بالفعل، هو الديمقراطية الاجتماعية تكون عندنا مركزية نقابية خصها تكون عندها الكلمة ديالها، ونتحاوروا معاها ونشوفوا المصلحة ديال العمال، ونشوفوا المصلحة ديال الفلاحين، ونشوفوا المصالح كلها. غير باش نتقدم شي شوية مسألة أخرى أساسية بسرعة، لأن أنا ما عطيتينش الكلمة في ديك الدورة اللي دارت قبيلة. إذا كلمة كنت شرت لها في البداية وعاود تكلم عليها الأخ يونس، هي مسألة ديال الإرهاب. راه ماشي نجيو نقولوا محاربة الإرهاب، إذا بغينا نحاربوا الإرهاب خاصنا نحاربوا الأسباب المؤدية لهذا الإرهاب، اللي هي يعني الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. احنا مازال عندنا اقتصاد الريع، امتيازات، مازال عندنا ضرب الحقوق، يعني هذا الشيء يؤجج. وهنا كنقول بأن خصنا نكونوا شوية واعيين أنه أشخاص نديروا نحاربوا يعني هذه الأسباب، وكذلك انه في المجتمع نطلق واحد الثوره ثقافيه تنويريه باش نعرفوا شنو هي الثقافه ديال التسامح، شنو هي الثقافه ديال الاختلاف، واننا نعاودوا اعاده بناء المدرسه اللي غتبني لنا المواطن. وهنا غادي نختم بهذه الكلمه هذه، كاين مفكرين كبار ومادا بنا ان المغاربه ينكبوا على الدراسه ديالهم، جورج كورم اللي هو من اصل لبناني ولا امين معلوف كيحلوا بان اذا تقدمت باهانه للمواطن، نحن مهانون من قبل هذا الغرب اللي كيدخل لنا وهذه النيوكولونيالية اللي كاينه، ومهانون في بلداننا ما عندناش ديمقراطيه وما عندنا مواطنه. اش كيقول كذلك جورج كورم؟ كيقول بان اليوم اسمح لي تجر الخيوط ديال الدين لاغراض لا دينيه. خصنا ننتبهوا الا بغينا نبنيو السلم في بلادنا، يعني المناعه وتقويه المناعه ديال بلادنا كتقوم عبر محاربه يعني الاسباب المسببه، وعبر يعني الدفع باحزاب مستقله وتعدديه حقيقيه. شكرا سيدي مولي، شكرا سيدي مولي. حقيقيه سيدي الدين، سمحنا هضرنا لك وقتك، سمحنا في ثواني معدودات، كيفاش كتشوف انت؟ لا انا بغيت نقول انا واحد المساله اللي كنلاحظوا اليوم هو ان المشكل اللي كاين ما بين الفرقاء السياسيين هو ان ما عندهمش القدره على تدبير الصراع السياسي. الديمقراطيه راه ماشي فقط هي يعني القدره على الصراع، الديمقراطيه هي تأطير ذاك الصراع السياسي في اطار ما نسميه بتدبير ثقافه الاختلاف. الحاصل اليوم بين الفرقاء السياسيين هو ثقافه الخلاف، وهذه ثقافه الخلاف هي اللي كنشوفوا فيها كما قال السي مشمس هذيك البدايه ديال العنف اللفظي اللي غيتحول الى اشياء اخرى، شيء خطير. خصنا ننتبهوا لهذه المساله، دونك اذا خصنا اليوم ناسسوا القواعد ديال تدبير ديال ثقافه الاختلاف، هذه نقطه اساسيه جدا. نقطه اخرى بغيت نشير لها وهي ان اليوم مدى عددنا، مدى عدد الاحزاب السياسيه بالنسبه لهذه الاستحقاقات، يمكن نقاش بوليميك. ولكن شنو هو فهمتي؟ شنو هي النخب اللي فهمتي؟ لا انا فهمتي لا النقاش دابا شوف انا جيتي عندنا للحزب وشفتينا شنو حضرنا مثلا واجي عندنا للحزب ونعطيوك شنو كان انا كنشوف دابا الان الحزب مثلا اعاد هيكله 60 يعني كنقول دابا النقاش اللي هو لا شوف النقاش اللي كاين اعلاميا اليوم هو نقاش ديال القصد ديال السب وديال القذف ما بين مختلف الفرق السياسيه. لا هادشي ماشي لا هذا فهمتي لا هذا كيؤدي الى اولا الى العزوف. لا فهمتي لا كاين سب وقذف فهمتي ما بين الفرقاء، كاين هذا غيؤدي الى عزوف سياسي، تكريس العزوف اللي كاين دابا الان، وصلنا لواحد النسبه ديال المتدنيه في الحجم ديال المشاركه السياسيه. هذا دونك اذا هذا هذه المساله الاولى، وهذا غياثر بشكل كبير على الراي العام المغربي، لانه وحنا داخلين في استحقاقات اخرى. سي بن شمس اذا باقي شي اضافه في ثواني. سيدي اولا لم نطلب ابدا تاجيل الانتخابات. ثانيا نساهم بروح ايجابيه في انجاح الاستحقاقات لان فيها مصلحه لبلادنا، بدليل انه صوتنا بالاجابه على المرسوم اللي متعلق بالغرف. ما قاله السيد الوزير بان 70% من اقتراحات المعارضه قبلت الحكومه
يحتاج الى تدقيق. هذا 70% لا 41 اللي قالوا انت قلت 70% قلنا بان 80 جزء الجزء الاعظم من التعديلات الاستاذ الجزء الاعظم من التعديلات اللي قبلت الحكومه تتعلق بامور جزئيه وشكليه. الامور الجوهريه اللي كتعلق اولا بتضييق مجالات الديمقراطيه التشاركيه ما قبلتوهاش، تضييق اختصاصات الجهه في اعمال بعض الحقوق الدستوريه ما قبلتوهاش، عدم الاخذ والاقتراد بالتوصيات والاقتراحات ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان ما قبلتوهاش، غياب اراده لتقديم تصور متكامل لاليات التبييض ايجابي للرفع من التمثيليه النسائيه ما قبلتوهاش. هادشي غادي نجيو ليه في المناقشه، ولكن اؤكد لك مساله اخرى. الا بغينا نجحوا الانتخابات راه خصنا نعرفوا بانه عندنا مشكل في المناخ السياسي المهيمن على البلد، لان المناخ السياسي اصبح عباره عن مجتمع جماعي. نحن محتاجين نتابعوا لواحد المساله خطيره جدا. هذيك الجدوى ديال الامل التي اجتاحت المغاربه واجتاحت قطاعات واسعه على الاقل من المغرب. هذه الجدوى ديال الامل اللي عشناها قبل المراجعه الدستوريه، قبل الانتخابات السابقه لاوانها، قبل ما تطلع الحكومه من بعد، هذا الامل الان بدا في خفوت وبدات واحد النوع من الاحباط، واحد النوع من التشاؤم يسري من جديد، وهذه خطيره جدا. لذلك مطلوب اليوم نأملوا بقدرتنا الجماعيه على ايجاد صيغ، لانه علاش انا غادي يعتبرني رئيس الحكومه ولا الحكومه تعتبرني عدو؟ انا لست عدوا. نحن معارضه ما خصهاش تشيطن المعارضه، ما خصهاش توجه قيادات بدون مجبر نعطي الكلمه ونخطب ثواني معدودات ثواني غير ثواني. انا قبيله الاخ شارل شارل اللجنه المركزيه هو في الحقيقه اللجنه المركزيه للانتخابات هذه تتالف من وزير الداخليه والعدل والحريات وعين جلاله الملك يوم 14 اكتوبر 2014 خلال المجلس الوزاري. فهذه حاجه. رئيس الحكومه كان دعا مادام كاين مقاربه تشاركيه ندير واحد اللجنه يكونوا فيها هذه الاحزاب ويجتمعوا رؤساء الاحزاب او يجتمعوا للمناقشه. هل تقرر؟ لا هذه ما غايتكونش قانون. لا لا تقرر لان دستوريا صعيب وجلاله الملك عين حاجه دستوريه ولا قانونيه. لا لا اسمح لي جلاله الملك عين. لا ودابا كاين واحد التراتبيه ما يمكنش تعين اللجنه اليوم خارج الدستور لان الدستور حي هادشي اللي قلنا. لا خارج الدستور وخارج وخارج الحكومه لان الا كانت خارج الحكومه من غادي يتبع هذه خصها دستوريا يجب دسترتها. نديروا تعديل دستوري عندكم الحق في البرلمان. شكرا شكرا سي تجاوزتيني في تفضل سي مجاد في ثواني لان تجاوز الوقت بحدود 5 دقائق. انا بغيت فقط نختم بانه احنا في حاجه الى ثقافه ديمقراطيه حقيقيه باش يمكن لنا نتقدموا ببلدنا، ولكن الثقافه الديمقراطيه هي ما يمكن لناش نبخسوا الخطاب السياسي. ثانيا خصنا فيما يتعلق بحق الاختلاف والحق والحريات سواء الفرديه او الجماعيه نحترموها، واؤكد هنا على انه ما يمكن لناش نهائيا نعتبروا ان المغرب غيتقدم في ظل الخطاب التكفيري. مستحيل نتقدموا نهائيا لاننا غادي نسقطوا في نفس التجارب الاخرى سي بن شماش وسي زين الدين والسيد نبيل بوليب اشكركم جميعا. تجاوز الوقت بحدود 6 دقائق واعتذر للطاقم التقني على هذا التجاوز الوقت، ولكن على الاقل النقاش كان مفيدا وغنيا. شكرا لكم جميعا، شكرا للحضور الكريم معنا، شكرا للمشاهدين الكرام، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.